شفتي؟ حرك اصباطه. دليل شو هاد؟ اه ليلي دليل شو؟ استاذ اسعد، استاذ اسعد هل تسمعني؟ استاذ اسعد، اسعد لا تموت ان شاء الله. اسعد استاذ اسعد، استاذ اسعد رد علي، رد علي استاذ اسعد، شو صار لك؟ رد علي. لا اسعد، اسعد. مشاهدينا منروح فاصل اعلان صغير ومنرجع ببرنامج لطشه وفقشه. يا جماعه شو عم بصير؟ شو صار له للزلمه؟ شو دادو؟ شو صار له؟ ويلاه ويلي، مات الزلمه وراحت الحقيقه معه. قول يا لبنى شو قصدك؟ شو هي الحقيقه اللي ماتت؟ اه لك انا شو دخلني؟ هو هيئته جاي يشهد مع لحسنا، اخر عمره جاي يشهد زور. هلا المهم، المهم الاثباتات اللي كانوا تحكي قدام العالم خلص راحت، لانه الزلمه يمكن مات، واذا مات فخذي رسالته لصالحك. بالله شو؟ شو التخبيص انت وياها؟ هذا بدل ما تقولوا الله يقومه بالسلامة أو حتى الله يرحمه؟ لا، هاي حرب فنية وبالحرب فنية كل شيء مباح. بعدين هي بلشت أول شيء، والبادي أصلا ما في شيء اسمه حرب فنية، عيب. لا ما في شيء، شو حرب فنية؟ لازم في حرب فنية. أنعي إليكم مشاهدينا عبر برنامج لطشة وفقشة وفاة شاعر العصر والشباب الشاعر أسعد أبو الهنا الذي وافته المنية قبل قليل بمنزله. باسمي وباسم طاقم العمل أقدم التعازي لأهل الفقيد المغفور له بإذنه تعالى، وللفقيد الرحمة، ولكم طول البقاء. نرجع فنانتنا حسنة لموضوعنا وحديثنا. إذا فكرة حالة ست دادو انتهت الحرب بوفاة الشاعر أسعد أبو الهنا بتكون غلطانة. غلطانة يا دادو كتير. الحرب يا دادو لسه ما انتهت، ولسه عندي إثبات تاني. ملحن بدي محية من وش الأرض، بدي لحقها بهذا الشاعر يلي اسمه أبو الهنا. ميت يا روقي، وبدي ارفع دعوة تشهير على القناة الفضائية اللي عملت معها لقاء. خدي نفس، خدي نفس. ايه طبعا، وعلى الملحن كمان اللي شهد معها، ولولا الشاعر ما مات لكن رفعت دعوة إليه كمان. عن جد فكرة حلوة كتير، رح ارفع دعوة على الورثة. ناقصهم، لأن حبيبتي هو ما لحق يحكي ولا كلمة، كان طب الزلمة الله يرحمه ومات. جو لحظة بس، حبيبتي حتى لو ما حكى ولا كلمة بكفي وجوده معه. بعدين انتي معن ولا معي؟ اه بصراحة أنا مع الحق. جو بتتصلي بأحسن محامي بهالبلد، أنا بفرجيها لهالحسنة من دادو. يا ستنا طولي بالك، الناس تدفع مصاري لحتى يصير معي اللي عم يصير معك. ناس تدفع مصاري مشان تنفضح؟ جو مشان الله روح من خلقتي. بس يا ستنا انت هلا صارت العين عليك، يعني شوفي كم مجله وكم محطه فضائيه اتصلوا فيي لحتى يغطوا الحرب اللي قامت بيناتكم. واي ما بدها واي، لانك ستار، احلى ستار، وانت هلا حديث الناس بكل الاوساط. ايه وحسنا؟ حسنا بدك للدغري، لازم نبعث لها برقيه شكر. جو وحياتك يا ستنا، حسنا حفرت قبرة بإيدها. طيب أنا شو لازم ساوي هلا جو؟ بصراحة حاسة حالي متوترة كتير. أنت لازم تستغلي اللي صار لصالحك، لا تسأليني كيف وليش، اتركي الموضوع علي. تحية طيبة مشاهدينا من قلب شوارع دمشق، ننقل لكم مباشرة استطلاعاً عن الحرب الصارمة الفنية بين ميديا وحسنة. أنا برأيي الحق مع دادو قولاً واحداً. مرحبا. أهلاً. عفواً، انطباعك عن الحرب الفنية بين ميديا وحسنة؟ برأيي نشكل لجنة تحقيق. برأيك ممكن نوصل لهالحقيقة من خلال لجنة التحقيق؟ أكيد طبعاً. شكراً. الغنية سخيفة مو مستاهلة، نسيتوا أطفال غزة والعراق واليمن وأفغانستان، والتهيتوا بحرب دادو وحسنة. لك يا جماعة والله عيب علينا، عيب. مرحبا. أهلا. بالنسبة للحرب بين ميديا وحسنة شو انطباعك عنها؟ ما
بدنا الحقيقة. والله مالي عرفانة شو لزومه لهالمؤتمر الصحفي؟ لحتى تردي على حسنة، حاجة تقول اللي بدها إياه ونحن ساكتين. إيه، وشو رح نستفيد من ردقة؟ كيف يعني شو رح نستفيد؟ ما هي الناس ما عاد لشغل غير قصتك أنت وحسنة، فيعني لازم أنت دائما تصرحي وتحكي وتبيني موقفك قدام الناس، وإلا بيقولوا هيدي ما عندها لا إثباتات ولا حجاج. ليش أنا عندي شي من هالشي؟ جو أنا كتير متوترة. لا تخافي يا ستنا، ما هو منشان شو أنا رايح معي؟ ما هذا اللي موترني أكتر. يلا يا شباب يلا يا شباب. جاهز؟ شفتي تست صوت؟ قالوا واحد اوكي يلا. الحرب عفوا من عيد حبيبي يلا. الحرب السابعة اشتعلت، نعم، وهذه المرة بين حسنة ودادو. كل الأسلحة ممكنة وكل الوسائل ممكنة، نعم، إنها حرب الفيسبوك. شوك شوك شوك. أرى الآن سيارة الفنانة دادو تقترب من المكان وسط حراسة أمنية مشددة. ها هي السيارة تقترب، ها هي الدواليب تبرم. وتصل الآن سيارة الفنانة دادو. يعطيك العافية. يعطيك العافية. هذه كارتية رجعوا العالم إذا بتريده. تفضل. بعد وبعد. باختصار هذا اللي صار معي بالتفصيل، وعندي ثقة كاملة انكم رح تنقلوا الحقائق اللي قلتلكن عليها بكل صدق وأمانة وإخلاص بالصحف والمجلات والإنترنت والفيسبوك. and thank you. مين عنده question؟ محمود زملكة من مجلة الخبر العاجل، هل صحيح أن الفنانة حسنة طالبت الفنانة دادو بتعويض وقدره 80,000 ليرة؟ هذا مستواها، هي عم تطالبني ب80,000 ليرة وأنا رفع دعوة عليها عم طالبة ب80,000 دولار. تفضلوا question. محمود زملكة من مجلة الخبر الصاعق، فنانتنا دادو سمعنا عن وساطة تركية بينك وبين الفنانة حسنة، هل هذا الكلام صحيح؟ لا هذا الكلام مو صحيح ابدا، والبروبلم انه الفنانة حسنة متاركة للصلح مطرح، مشان هيك ما حدا من اشقائنا العرب او العجم قبل يتدخل بهذا الموضوع مشان ما ينوبوا شي طرطوشة. تفضلوا. محمود زملكة من مجلة الخبر الديليفري، فنانتنا دادو سمعنا عن تشكيل لجنة تقصي حقائق من الاتحاد النسائي واليونسيف والأمم المتحدة من أجل معرفة حقيقة ملكية هذه الأغنية، هل هذا صحيح؟ صحيح، it's true، وإن شاء الله بالأشهر القادمة رح تقدم اللجنة تقريرها بنتيجة التحقيق اللي عم تعمله. ما شاء الله عليك يا ست، الله يحميكي من عيون الحساد، يخزي العين على هالوقفة بالمؤتمر، بتطير العقل، عندك كاريزما خاصة. I know. هذا بميز شخصيتي. هلا أنا في إلي عتب صغير عليك، لا تزورينيش، يعني بقدر أحكي ولا ما أحكي؟ What؟ تعطيني الأمان؟ خلص جو عليك الأمان. طيب. الحقيقة يا ستنا كان لازم ما تحكي انك رفعتي دعوة قدام الصحفيين، ما انت لسه ما رفعتي دعوة على حسنة ولا شفتي محامي. ومين قالك هالحكي؟ مين قالك اني ما رفعت دعوة ولا شفت محامين؟ شفتي محامي؟ امتين؟ من وراي؟ اوف كورس. اوكي اوكي، وين بتحبي نروح على الفيلا هلا؟ لا
لوين لك؟ ما دخلك. ما دخلني بس شو بدنا نقول للشوفور؟ خلص خليك رايح دغري مثل ما بتأمري يا ست.